السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في بير كرما. بير كرما هذه سي بوتيت باتلان كيما نقولوا احنا سانتي باتلان فيلاج صغير، هذا تبع بلدية تكستير. وبير كرما هذه بلاد جدودي، لربيع بلاد جدودي هنا اللي مدفون بويا ربي يرحمه في جبنة بير كرما. وان شاء الله تعجبكم لا فيديو، ما تنسوش لايك في لا فيديو، جيم ابوني في لا فيديو، وما تنسوش لي كومونتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. كما قلت لكم، رانا اليوم في بير كرما. بير كرما هذه بلاد كبيره وبلاد فلاحه، معنا معايا الحاج حسين، شيخ الحسين ربي يبارك. اهلا بك. واش راك عامل حسين؟ لاباس والله. لاباس. وقيل انا وذنك مرقاد. وقيل ما قلتش والله ما نقدر ما ترقدش. واش كيف عقب شهر رمضان هنا في الدوار؟ كي حكينا كيف يعني تعقب شهر رمضان في الدوار؟ الحمد لله. كانت كبير انسان يا رب سبحانه ربي، ربي سبحانه هو الكبير. بصح حنا نقولوا ديما حنا نسبقوا بالكبار كيما انتوما. كيف عقبت النهار تاعك؟ كيف تعقب النهار تاعك في الدوار هنا؟ عقب انا قاعد بان طريتي وقاعد وشويه مريض، وهذاك قاعد حكم الدار وندور بالدار. هذا مكان. ونشوف حوايجي والعزيلات هادو والحشيش ومنا ونشوف الثجرات ونلقيهم ساعات. هاي مليح هاي. وكيما نقولوا هنا لاسنا صبل المطر الله يبارك. الدنيا راهي خضراء. العام راهي العام جاب العام سنا كيما راكم تشوفوا جماعه. هذا العام هذا الله يبارك معنا ما نقولوا. واش تقول في المطره وفي رمضان هذه وكيفاه يعني جو تاع رمضان جا مليح على سبيل نشوف. الحمد لله جا مطر وحنا عندنا سنين في الجفاف رحمنا رب العالمين بالمطر. الحمد لله نحمد ربي ونشكر. الحمد لله وجا العام ها مزيان ونلعبوا الناس استرح. ثاني دعوا كل الملعقون كان سنين. بس انتم زدتوا له الملعقون دوك، زدتوا له في الشيه، زدتوا له في السيف السوارد. اي بيتوا دوك العيد، كبير راهي خبط كبير دوك. عقب عام وبرك خلاص. بس عاد اسمع، الخوف اللي كان عملوا بجوج ملايين دوك يولي 4 ملايين دوك. ما يولي ما والو ما عنده ما يزيد. ساعدونا شويه في العيد يا اخي، راكم تساعدونا. من يساعدك؟ اللي يساعدك من المال، من الناس اللي راهي. انت ما عندكش المال؟ ما عنديش انا مال. ايه دير المال والواح ساعدنا. دير حبيت هكذاك هذوك كان مازال العمر هذاك هو قادر الواحد يطمع. ايه هذوك الله غالب. قالت لي لي بات وقت وما يطمع بوقت الناس. فوالا هاك جبتها الحاج، عاجي نجيبها وانت هاك سبقتني فيها. الله يعطيك صحة الحاج. واش قلنا سام صايمين راهم يتفرجوا فيك اليوم، واش تقول لهم؟ نقول لهم ان شاء الله يا ربي يقبل صيامنا، وان شاء الله رب العالمين يعطينا الصحة والهنا حتى ان شاء الله. وكلمة على فلسطين. فلسطين ربي ان شاء الله ينصرهم ويعطي لهم ان شاء الله استقلال نتاعهم ويخطيهم هذا اليهود هذو اللي صاروا اللي سيطروا على الامه وسيطروا على القدس. زادوا تلاحوا القدس. تلاحوا القدس دوك يصيبوا لهنا مليح دوك يدور عليهم الحال. دور عليهم الحال ان شاء الله. هاي المهم واش نقول لكم انا، صحه فطوركم صحه سحوركم. كما راكم تشوفوا هذه دار تاع عمي الحسين الله يبارك. هذا بنو، هذا راكم تعرفوا كل اللي عنده قهوه في راس الواد دخلت على راس الواد تولي بومبي. انا شهر رمضان كامل معاه، ما كي واش دير لي في القهوه، دير لي السكر ولا الملح.
برد قلبه. محمد نحي ولا خويش ماشي نحي وخويش يلا يا حميسة الحمد لله أجر شو يا حميسة بوزي لفت على السحية خير دين نهضر معاك 20 10 كان ممكن أقل من 10 الله يبارك الله 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 العظام يتر وحده كيف حال الرم هذا شوف بعينيك ما يغروش بيك خلاص الله يبارك كيف كيف طيبة ذهب أو شنية واللي راهم يقولوا نخدموا المردومة بالتحدي جيبوا منا للتحدي اللي هنا والله غير مستعد نتحدى اللي كان هاي اللي راه يقول بالتحدي راني هنا معاه بالتحدي واللي يخدمها قبل يجي قابلني هاي أنا في مدينة راس الواد اللي يخدمها قبل يجي قابلني اللي راه يقول أنا اللي جبتها وأنا اللي دخلتها راس الواد جيبوا لي قابلني وقولي وش من عام دخلها لهنا وش من عام اخدمها هذا حميس شاف بريطانيا وش شفت راه بالكبده والسكالوب الله يبارك ان شاء الله الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله غشطار بك يعني كل شيء بالمردومة مردومة دايرة حالة صح ايوا هاي بوز اللوف يا خويا ها شنو هي انا تدي وش تحب انت مش وش نحب انا شو شو من عشر ولو بدي يدير هكا 120 برك والحباب ب 100 نعذرو قلقل بيعوا فيه ب 120 والحباب نحسبوهم غير ب 100 هايا اوكي كومبلي كاملة كومبلي كاش بنص إلا لقيناه طايب وكل احنا وإلا لقيناه موش طايب راه كل احنا شو 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 يا شو شو يا شوف الزبدة يا ما شوف الزبدة شوف الزبدة شوف الزبدة هيا هيا ديروا طوب قالك صالح قسمو توياه براسه هو وقاعد على جنب خليك واحد تاع هذا الاخ براسه انا هذا معاك نقول لك بوزلو هذا بوزلو ولا بوزلو صح هذا عاد ما كانش قسمو توياه كون جا كاين انا تدي واحد صالح ما تديش شويه عشان تخليه ما قالت لي ما يا ها والحمى الصافي يا بويا يا شوف الحمى صافي هذا ب 120 كما راه ندي نص واعطيني استاذ ما عليه شيء هو تدي نص ها يروح ها يا معليش هذا صلاه على النبي الحبيب و50 50 برك ب 60 بقد ما تحب هذا شنو هذا 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 هذا هذاك هذاك ثاني الاخر تاع جل خشوش هذا هذا هو التعب خشوش هذاك نضرب نجيب نجيب هذا تخاف خويا ها اروح عسك عليه ها جاك برك عمي هات وراه هاي معليش نصوص انت طرب من الخشوش بنيا برك مجمول مجمول ها هذا اللي من الناس برضو كنا كيوه خلاص كنت بعد العصر سا
السلام عليكم، هذا أود الكارتي، أود الكارتي تاع الوئام. يا خويا تلاقينا مع صدفة يا حبيبنا. يا أخي تحبنا ولا ما تحبناش؟ نحبكم. تحبنا ولا ما تحبناش؟ يهضر معنا. يا تجي قبيلة دود تلقين هادو. ها وشي هادا هاك صايم ولا هاك صايم؟ هاك صايم. شكون أنا؟ مصطفى. مصطفى وأنا عمي فؤاد. قول عمي شكون أنا؟ فؤاد. قول فؤاد برك وخلاص صاحبي. اها فؤاد برك. قول فوفو. صحي لا سهله خلاص. قول فوفو برك يا اخي. هاي هاي نروح. هاي تروح مع بابا. ها اسمع هاك صايم ولا فاطر؟ صايم فاطر. فاطر لا لا سامح حتى ال 12 بشويه حليب برك ال 12. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا في أجواء رمضان في خليليز. خليليز زرناها في النهار ما زرناش في الليل. وكلا عدا قلت لكم باللي أنا خليليز نزورها في الليل. لازم. هم نزورها رسلوها في الليل. لازم. دوك خدمة الليل دوك. عقبنا نصفية تاع رمضان صايي دوك. اسمع ما قالوش الله. واش راكم مالي جون؟ كيما راكم تشوفوها دوك نوريكم واش يشربوا. قهوة بركة وقارو خمس سلطان في دارو. هذا هو الكود تاع ليزاجيريا. الكود تاع ليزاجيريا قهوة وقارو. وعمكم فو هذا اكتب واش راه يشرب. قهوة الله يبارك بيان بيان سيري بيان كري صعب دخان اكتب يجبد برك راه يجبد جبنة انزف الصندلي كيما راكم تشوفوا راهي مليانة. ربي يهديكم يعني لهذا. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يهديكم برك. هذا الثانيه احنا نضرب فيها قار ولا غلب حتى انا ربي يهديني.